متابعي قناة الصوت الساحل التونسي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم مش ناخذوكم في جولة في السوق البلدي بيكودة، وين باش ناخذوا فكرة على الأسعار وراء المواطنين. رمضان على الأبواب، خلنا ناخذوا فكرة وهيا نبدأ من توا حلقتنا. أول ما نبدأ سيدي خلنا نعطيكم فكرة عليك شوية الأسوام لهنا. هاونا سيدي ولد القمرة على 2000، ثم بعد نعاودوا نسلوا نشوفوا مع الناس من بين شنو اللي راه الاسوام، شنو موافق ولا لا، غالي ماهوش غالي. هاي يا سيدي هنا ب 800 هالبطاطا. نواصلوا الفلفل اللي قاعدين من بكري نسمع عليه قبل ما نبداو نصوروا 3800. البروكلي هاتا ونسالوه هو شويه عليه، وعندنا 1800 طماطم. مرحبا بيك. بيك عايش، نهارك طيب وصحة عليك. يعطيك الصحة. شنو هي الجو لهنا في المرش؟ الجو مكهرب على الاخر، الجو مكهرب. هذه الشدة في ربي وبره تو تخزر فيه. هذا يا مرشي قدامك، هذا الكوري نتاع 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 زويل. والله العظيم كوري زويل، هذا مش مرشي. ترى فيه هذا يا مرشي، تو ترى فيه هذا كوري نتاع زويل. تفرج لها الباب بلاش باب، السلة نسكروا لها بال نسكروا لها بالسنادك. لا لا تلقى سلعة ولا ما تلقاهاش فرد مرة. فما تمال الحكومة وفين العلم وعند الله. قداش عندك عندي في المرشي؟ عندي قداش عندي يعني من عمري 10 سنين في المرشي. ما تبدل شيء؟ ما تبدل حتى شيء، هي هي زيد بلاك زيد عما به. زيدنا خير على خير والله العظيم، ورس خويا زيدنا على خير على خير. فما قسما بالله زيدنا خير على خير. ايش يا بليل، ايش يا بليل، ايجا بليل، ايجا بليل، دور الله غادي. ايجا خانا، ايجا، هاي يا سي بليل مرحبا بك. ما يعرف عاش خويا عاش. قداش عندك في المرشي؟ عندي تو 3 سنين. 3 سنين الامور بداش تحسن، وقال لك بدات اشغال. يا ودي عمل بتوالي. فما شيء عجب اخويا. انا ما خدمتش، عندي 3 ايام مسكر. علاش؟ بس هو. كيف الفرق عليها؟ اون جرو، اش مش تشري؟ السيناريو اون جرو ب 1500 1600. اش مش تخدم؟ تي نحن نخدموا 400 فرنك. اش تلقاها؟ تلقاهاش بالخسارة، تخدم بالخسارة. مسكر خير والله، مسكر خير. نخدمك نهارين دعم من مصروفي ومصروف داري كهو. قد قد ايش قد قد، فما حد شيء والله، فما حد شيء. اش مش تخدم؟ شنو مش تخدم؟ اش مش تبيع؟ تجي تفجع عليك تحشم تقول له كيلو فلفل 4000. نحيلها دقيقة ونحيلها مكسر.
ونحلها ترونسبور نتاعها وساشياتها. شمش تفضل؟ خلي مش ياخذ زوز كيلو مش ياخذ كرطل، وما ياخذوش كرطل، يلقاه كيلو في 4000 يدور تو. يتفجع، يا عباد ما في جوع. اليوم الفلفل 3 دينار اليوم. اليوم الفلفل طاح ب 3 دينار. 3000، اليوم الفلفل ب 3000، بالجروب 3000. طاح معناها. جي رمضان الخضرة تولي بلاش، الغلة تغلى والخضرة ترخص. سامحني على ضمانتك، نرجع في رمضان نلقاها رخصت. الخضرة ترخص والغلة تغلى والفقوس يغلى. عضمانتي يعني. هذه ربطة البصل ب 18000. كل حاجة. والفلفل. كل حاجة. حاجة اسمها سلطة في رمضان تغلى، سوى اليوتي ولا فقوس. الباقي كل يرخص. الطماطم تغلى شوي. شنو هو؟ البطاطا تقعد هكية سوما، الفلفل يطيح يرخص. واضح. انا اش نرجع لك في رمضان؟ خليني اخو راي اخر راي ولا سوام الحاطه البريات الحاطه البريات الحاطه اني كي اقل مسوم القرو اقل مسوم القرو البري الحاطه واني هذا مسيو جندوب يكلم فيك مرحبا بك هاري مريف بشي اخويا نبيع برا باهي يا اخويا مش نشري قداش البروك 15% صاحبي كيلو ب 15% هكا هو كلف 15% البصل على البروك مرحبا بك عايشك الله وفيك عايشك اللي صاحب الحاجة هيك اللي اللي حنسألك عليها هيك ما قضيتش من برا ريتك لداخل في المرش أنا ندور نمشي لبرا ونجي ونمشي لداخل ولا أرخص من خونا نقضي ما فهمت والحواجة أرخص هاني ناخذ منها وناخذ شوي شوية زاد حتى لين ترخص الرخص ولا الكاليتي الكاليتي والرخص فهمت تبدأ حتى جويدة ونظيفة ناخذها فهمت المهم ناخذ ونقضي كل شيء فهمت ناخذ شوية شوية وش رأيك توا في الأسوام اليوم لنا في المرشي خارج خارج نسبة توا اللي يلقى طب. اللي عنده شيء شهرية ولا عنده واحد كريو أنا ياخذ ولا ما عندوش منمشيش غالي برش هو حس تقريبا تعطينا فكرة أنت على قضيتك هكا اليوم شنو اللي قضيته كله قلنا قداش كلفت أنا طبعا عندي عندي ثلاثة أيام ما قضيتش فهمت ولا أربع أيام فهمت كي نقضي أنا متاع قداش من نهار فهمت نقضي توا 45 دينار قضيت به فهمت دينار معناها شوية خضرة شوية غلة شوية خضرة شوية غلة شوية شريت دجاجة 10000 فرنك شريت ب 10000 لحم علو شريت ب 10000 لحم بقر فهمت أنا الحمد لله معناتها مش أما فما الناس ما ينجموش يقضيوا شيء جيست يقضيوا شوية شوية خضرة فهمت وأنا إلا نستعمله إلا مش نطيبه إلا نشريه إلا منيش نطيبه منشريهوش حتى الطريقة ذي نعطيوها للمشاهدين أنا أخوي ناخذوا على قد قدنا هكا باش نحاولوا نتحايلوا شوية على الوضع أي أنت اشري شوية شوية فهمت وقعد معناتها تقشف فيه هذاك كل قضيته كل أكيد وبعد يوفى ينوب الله اشري عاود كيما أمل أنا مثلا توس في النارية ولفت وفيت ما عادش نشري القرع الربعي والبصل الربعي فهمت وقته تو والفول اما نشري شويه شويه فهمت بقى هو الفلفل ب 4000 بالله نشريوش ولا لا نشري نشريوش فهمت حتى كان مش نشري بدينار دينار نحطه في وسط في وسط الطعام باش يفوح وكه أما باش 4000 نشري وشقيته ب 3000 البرة شريت بدينار بكا هو والله جبت 46 دينار على المباشرة اي 46 دينار 900 رجعت بكا هو يجيو 3 باقات هذاك هو هكا شريت الباقي حتى الباقات شريت قضيت اي مش عامر أما نقعد 3 أيام 4 أيام ما نقضيش فهمت هذاك هو يلزمك تعمل هكاك ما عايش فيها كل اكل اكل عصابات وكل رؤوس الاموال هم اللي عايشين اما احنا عندنا كان وجه ربي ما اختصار عندنا كان وجه ربي ربي يقدر لنا الخير واش نقول وليد كان ربي يقدر لنا الخير وربي يفرج علينا وعلى أمة محمد هما
الكراسي، هما شد الكراسي عايش. قلبك معبي ميمتي. اي والله قلبي معبي، راني مش نترشق، وهذه الساعه نستنى فيها. هما شد الكراسي ومتفرهدين وكراهب ودنيا وهي لمنات، واحنا عايشين تحت الصفر. عليه عليه 500,000 ناخذ فيها انا، ونش المي ما خلصتوش. قل له يا انا مخلصه لا مي لا ضو، مش باش نخلصهم، خليهم هكاك واش قصهم عليا. قل له قل له والله ما نحرقك انت ونحرق روحي. هذيك هي تونس بلاد النشوة والرشا والزوالي فوق المشوى. شكون قالها هذه؟ هذه قلت هاني. الزوالي عنده منين مشيت لفت كيلو فلفل كما قال الراجل بكري ب 4000، طماطم برا شوفها ب 16100. قبل بكري نتفرج على الفيسبوك نغزر في عهد الزين بطاطا ب 380 فرنك غالي، تو هاو في عهد قيس سعيد ما فماش قيس سعيد هكاك رئيسه برا بالدينار هكاك اون جرو ب 800 اون جرو. هو سامحني عاد بن علي بالفيسبوك رجعت تشوفيه، مش بالفيسبوك في وقت شوف كاتبين هكا عاد بن علي قبل طماطم 250 فرنك ل 4 كيلو ب 1000 عاد العباد تاخذ ولي تاخذ تو طماطم دينار العبد ياخذ ب 2000 كيلو، العبد ياخذ طل اللي كانوا ياخذوا بال 3 كيلو ل 4 كيلو ما عادش ياخذوا في الطل ونص طل زاد ياخذ لك كعبتين منه وكعبتين من هاو البنان ما عمرنا لا ناكلوه البنان، ما ناكلوهاش البنان، ما عمرنا لا نذوقوه، نغزروا له نتعدي باهي. لو نقول لك حاجه، البنان وصل في وقت من الاوقات ارخص من الفلفل. انا ارخص من الفلفل ب 4000 الكيلو، ب 4000 الكيلو نشري بها 4000 انا، ب 4000 نشري كيلو بنانه، ما نجمش نشريش بها، نشريوش نشري البطاطا ونشري الطماطم ناكلهم خير من البنان، نغزر له وكها. يرجع تو كنت نحكي غادي على الكورونا وعلى السخ وعن تونا، تكلمت من هنا فانتوا اللي عندكم توما من الغد وجاو قلعوا لي الضوء قدام الدار، كعبتي نضوم ضويم من اللي حوام نزيد نتكلم اليوم نروح ما لقاش الدار فرد مره. ايه قولوا شنو انت علاش تحكي على خمج على الفساد على الهم هذه ما نحكي. السلام عليكم اكاون بيه خلنا ناخذ فكره على خلنا لازم يحكي هذا هاني جاي هنا فهمت ولا سلعه تحرقت خذاش حتى 100 فرانك ما خذيش شيء علاش ما في ماشي خاطر في الليل يجوا يسكنوا هنا زطه وحرابش وقمار وخمج ونسي وهم كلام مش حد ما يتكلم حد هالحوان ترافال كل هاني خليت وجليات ايه الناس تمال ينسى ما تحدث هكا هو جايتكم عزيزه ياسر اللي هذه بلاد هذه جاي الخرب والبلديه نحن ما عندناش بلديه صحه البلديه ضاعه ياسر والناس كل تعبي في الصشات كحل وتروح بالنسبه للتراتيب البلديه الشرطه كلها كيردك انا حنودي تسرق وتحرق البلدية ما جاتش نهار عوضتني في حاجة ما قالت ليش الحاجة اش عملت يا ولد اش عملت في الحانوت القضاء اخذي حقه وقف معايا القضاء والامل اخذي معايا والله يرحم والدهم اللي البلدية ما اخذتنيش حقي البلدية ما اعطتنيش حقي هذا السؤال بالنسبة اخوي المرشي على الخرب لا في عساس مدة من تحرق حانوتي تو عملوا عساس مش نجيك بصراحة قبل ما عناش عساس المرشي هذايا سمعني في الكلمة بيعت شراب بيعت حرابش يسكروا فيه في 44 باب الحاكم منين مشيش الباب الاول والثاني في 44 باب نزيد نقولها ونزيد نقول البلدية عنا نحنا شكينا تعبنا يعرفوا كان يهبطونا عدبوا نفت وش خلصوا نصابها نترفهم وش يقول لك أخويا تعبنا الأسوام مش هي ضايعين نغبي في وقت برك العشي مش مش نخدمه المرشي مسكر الناس كل ما فما شكون مش ننصبه نجي أنا ننصب وحدي منشيش كل إنسان يخدم ساعتين ويروح العاشة العاشة ونص المرشي هذا يسكر النصابة الطبخ شكون مش البيع أنا أخوي
انا اخويا تعبت ونقول يرحم بالعلي يرحم بالعلي يرحم بالعلي. طبعا نحب نسألك كاني من بكري قاعد نحكي معك في اللوف، الفول المصري كان بدينار اليوم بأربع آلاف، الطماطم تمشي تشريه البيع المشروط يقول خذ معاه الهريسة، هذا الكل عاود احكي لي. تفضل، بالنسبة للطماطم التيباري ما تمشي الطماطم التيباري كان معاه الهريسة. بالنسبة للروز تاخذ الروز تاخذ معاه المقارونة والفارنة. بالنسبة للروز 100 كردولة روز تاخذ معاه عنده قضية أربعة فارنة وثلاثة شربة والكتب. ما يعطيكش الروز واحد. التيباري كيف كيف بيعطيك التيباري كلب بالعريسة. ما تاخذ الحمص الباهي كل ما تاخذ معاه العدس. تفضل. الزيت الزيت قولوا زيت المدعم هذاك يرحم والديك موفره لنا في رمضان. الزيت قولوا الزيت هذاك ما عادش خالتين عليه جمله. طب تشري وحده بخمسه ايترات بعشرين دينار ما نمشي نشريها بعشرين دينار. قول لهم الزيت يرحم والديك الزيت وفره لنا الزيت المدعم تاع 900 فرنك هذاك احنا ناكلوا به باهي يرحم والديك. حاجه تو نجي نلقاك غادي بعد شاي طيب نكملوا. تعب رد المواطن تعب. بالنسبه اخويا ما عادش انا مشيت ناخذ في الكاكاويه اللي كنت نبيع فيها بخمسة آلاف وباربع آلاف والكاكاوية قالي بثلاثة ألف. الكاكاوية راهو مش لوز مش لوز كاكاوية 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 قالي بثلاثة ألف. الجويدة البقشرة قالي بتسعة ألف. أمس ناخذها بصوب وخذوا ناخذها بصوب. علاش الشركات هي اللي تعقب وهي اللي تنفذ في بوحرها. الشركات هذه قاعدة تنقص ولا قاعدة تزيد؟ الشركات كنا نحن في سوسة عندنا عشر شركات توا عندنا زوج شركات برك هم اللي يعقبوا في السوق. الثوم جديد طاح ولا ما طاحش؟ الثوم غليه تو، الثوم حقه في القانون يطيح ولا ما يطيحش؟ الثوم غليه عارفين عزيز، انا ما لقيتش حل، انا اخويا الكليون ياخذ ما عندي قضيه ب 45 دينار والله تامل وما تامنش حسبتها له خمسه مرات، انا دخت ساشي كحله ما عادش تعبها ب 45 راهو المواطن تعب، راهو دبوش شابوا ولات ب 5000، راهو دود فريز ولا ب 2500، راهو حد مش يعمل فمه ما عادش يعمل، حتى السواق ما فماش. السواك العار مات هذا المطلوب اخوي المواطن تعب تعب تعب. انا في باي انا يرحم بالعلي كنا نخدموا لاباس نهز زوز ملايين نعبي الكاميون تو نهز 10 ملايين ما نعبيش الكاميون اخويا والضرب ما فيهاش وقت تعبي السلعه وتجيب يشدك الحاكم يقول لك هات فاتورات تبدل الفاتوره يقول لك لا هذه ما تمشيش شنو لعب له الدبو الشريك ايش لعب له ما خش لعب له يقول لي هذه لا هذه ما فيهاش لا فات شيء هذه مش يعمل لي محضر ما فماش معذر مشي الوراق في الوراق هذا يا تونس بالعلي صحيح كنا نمشيو في الوراق طول لنا اكثر كنا بالخمسة الاف المشي والثلاثة الاف تونا ورقة بو عشرين رانا تونس ثلاثة المعيشة ما عادش تقضي خمسة وعشرة الحاكم سامحني يا الحاكم زدناه في الشهرية كان يخلص 600 تو يخلص مليون و200 وباقي يقطع فينا في الكياس حتى مليون و200 يقطع فيه الكياس انا قلت لك با با با, با. مش الاخويا ب 7800 اللي كنت ب 5000 خاطر دارنا خليت خليت هي هذا بقديش 8.6 اللي كنت ب 4000 هي خليت خليت شو اللي بشكل هذا بقديش هذا قرات هذا ب 6.8 ب 5000 اللي كنت الورات هذه كاشكي الورات ها وين ها الورات 14.8 ب 12 لكن تقل من الرسمال بدينا ايش حبه هذا المرجان 5.8 ب 4000 ايش حبه هذا يعطيها خبين بزليح القلال السردينة ب 8000 مبلستها ايش حبه هذا شنو الشورو 6800 ب 4000 ايش حبه وقت وانا دار دخليات باهي هكا وانا مرك بلاك ويحيى بن علي ويرحمك يا بن علي وبرك هو يريد تدفنوه هنا رد بن علي وكان تدفنوه في تونس راهو الشعب كله كينا يمشي له كل يرحم عليه. شنو الجو سي محمد؟ خويا جو ماهوش هو السلعة كلها غليت اخويا قد الدوك الدجاج المواطن ما لقاش كيفاش ما لقى ما ياكل. هذا احنا نقولوا راهو الدجاج والدندون هذايا فهمتي للزوال ولينا هذايا اكثر ماكله ناكله. ها لا سوا ما كنت شوف فيها السكالوب كان ب 9000 ونص ولا ب 11000 من بلاصه. علاش خاطر رمضان قرب ولا شنو حاب نفهمها؟ اخويا الله اعلم هما يعرفوا كيفاش يسيروا البلاد اخويا ما ادريش على الدنيا كيف هنا ما طارش بالضبط. السكالوبك تشوف فيه ماخذينه ب 11000 الكويس ب 6700 فرنك ما فيه حتى شيء
المواطن وين باش يولي السلعه تغزر فيه هاني قاعد بلاي تو. بالنسبه لموضوع العظم يعني حاب نس العظم مسعر تو في ولايه سوم في ولايه اخرى سوم ما فيش تسعيري فلاح ما يفهم حتى شيء. انت الحاكم يقول لك باش نسعره والفلاح ما سعروش جي تكلموا معنا على العظم يقول لك برا الحاكم يعطيك العظم في حتى شيء كلها قشارة اخوي تخفي ما تاخذ كلام حتى واحد واحد تحت واحد ما في حتى شيء. العظم هاني غليت كما هذيك ب 900 فرنك في القانون هاني فيها اللي كم شريه ب 900 غير 20 غير 10 بيعوا فيها ب 900 وين باش تولي تكسر كعبه مشي في حتى شيء. الدنيا ماهيش هي اخويا صابط صابط برشا حتى على المواطن صابط. مرأة تمد لك 10,000 باش تاخذ معناها دجاجه ما فماش دجاجه ب 10,000 اقل دجاجه 11,000 يندرا تعطيه ولا تخليه. واحد يحس بظروف انسان ولو نعطوه نقول ايش عندنا فيهاش باش نعملوا له. زوالي ما عادش فيه ما عادش مات زوالي على الاخر. من الاحكام بخلاه لنا ب 120 فرنك تو ب 650 وب 700 ساعات في الحانوت يقول لك ب 700 والاخر ب 650 كانت ب 120 فرنك. الطماطم هذيا كان بشوي هذيا كانت ب 12 هذيا كانت ب 12 100 تو ب 83 تقول لي منين صاحب الشهريه انا كل واحد يخلص بمليون وكل سارق هذاك كل واحد يخلص بمليون وكل انا مززي عنده ثلاثه صغار وكل لا سارق هذايا ما انتش عامل هذه عجبتكم المعيشه اديت الحمص كانت ب 1000 فرنك تو بقداش يا سي سل 12,000 اديت الحمص كانت ب 2000 منين يا خويا 10 سنين هذوما شفنا العشايه بلا غايب توا ندبوا فيهم باش تخاف والله والله العظيم فطور الصباح يقوموا في نصف النهار باش يمتوا فطور الصباح يقعدوا لليل باش يعملوا تاي في عشاء منين المي أم الله يرحمها كان جاها 8-7,000 فرنك اش تقول لي قول لي يا وليدي الله يرحمها شبيه ما المي يجيب ياسر قول لي اش نعمل تهو 8,000 تقول لي ياسر تهو 120 180 200 الضو كيف كيف الضو حد ما قال الحد حد ما نفهمش أنا الشعب كيفاش عايش توا الشباب سيء نحنا سيء زفوا بينا التران أما الشباب بلا شيء أنا الثلاثة ما راقدين في الدار يباتوا ساهرين الصباح باش ما يطلعوش للسوق للصباح يباتوا ساهرين باش ما يطلعوش للسوق شو ماش واني بطال والعالم يقولوا بطال تونس بكل بطالة توا تونس بكل في حال صراحة بكل ما تعرفش علي اللي حيفهموا أحكي غادي بكل في حال صراحة قول لي بماشي بدا يمشي على وجه الاخر شد ميكو هذا في حد صراح يسمى ما تعرفش عليه البليل هبط علينا هذا منين جانا والسلام عليكم. مرحبا بك. وبيك عايشك. اسمع تو المطر وين البابوشه ومازال موجود؟ هذا راهو مكفل. كيفاش؟ بحبي راهو مكفل. ولا يجيبوا فيه من الويدان ولا من الحيوت ولا ما يعلم الله الواحد ايش باش يعمل. شنو تقول لها انت من غاد؟ وين كان هذا؟ عندي ما نقول لها صح ما عندي ما نقول لها كان في زغوان. قلت لك يعني في زغوان كاو في الجبل ولا في الحيوت ولا تلقى مخبي في الويدان في البلايص نتاع الغدره اي هكا اي تو ينجم يقعد مخبي حتى رمضان؟ لا يولي يضر يولي يضرك هكا تو معناتها يبات الليله وغدا نطيبه. شو ناوي ساعة مريقة ولا كسكسي؟ كسكسي. شاية طيبة إن شاء الله. عايش خليك ربي عايش ربي عايش. مرحبا بك. وبيك. أخويا يقول لهم يرخصوا لنا طريف في الأسعار فهمتني راهي غالية والعبد الزوالي ما عادش خالته. فهمتني وهاك ترى الفلفل باك الحسبة ب 4,000 الفول باك الحسبة الجمبالي ب 3,000 فهمتني ولو الزوالي وداخل رمضان العبد فهمتني والعبد ما عادش خالته. فهمتني. كلهم معناتها يرخصوا لنا طريف في المعيشه. اليوم شنو قداش كلفت القفيفه؟ القفيفه هذه تقريبا فهمتني 20,000 والله 20,000 كان عندك ما تحلف فهمتني طريف فول وطريف جمباله وطريف السناريه وطريف فهمتني كايبات لي ماكل الشروب ب 1000 فرنك الكيلو هكا الصغير هكا فهمتني تقريبا 20,000 هكوم. اخرتهم مازالت فيهم 300 فرنك اش باش نعمل الا عنده كيما نقولوا اربع صغار ولا خمسه صغار كيما هذايا كيما الولد هذايا ما عادش ينجم يعيش في الوقت هذا
فهمتني، وربي يقدر الخير وبرا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل كل شيء أخويا، نحن عندنا مشكلة كبيرة ياسر في أكودة، المراقبة الصحية والاقتصادية مفقودة، مفقودة جملة وتفصيلا، معناها حتى كيما يقوموا بها كيما يقولوها ذر الرماد في العيون، بروتوكولات يعملوا فيها. ماذا بينا نحن مقر دائم للمراقبة الصحية والاقتصادية في أكودة، هذا اش طالبين فهمني، لأنه كل شيء لا تسأل على الأسعار، ما تعرفش عليهم كيف انهم فهمتني. على قليل لك يكون فما مكتب بيرو قار في معتمدية أكودة، في معناها خاص بمراقبة الأسعار ومراقبة المراقبة الاقتصادية، ومكتب آخر خاص بالمراقبة الصحية فهمتني، لجميع المنتوجات الغذائية بما فيها المنتوجات اللي من أصل حيواني فهمتني. تجي أنت تلقى منتوجات معروضة ما تعرفش عليها كيف انهي صحية شنية، يجيك نهار السبت مثال تلقى جميع الأنواع معروضة، حكوك تن، حكوك سردينة في سور العادة، أو حوت معروض، أو دجاج، أو كذا فهمتني. لكن المراقبة الصحية والاقتصادية ما هيش موجودة. نطالبوا بتفعيل نحن أخويا مقرات دائمة مستمرة في أكودة للمراقبة الصحية والاقتصادية، هذا اش طالبين هكا هو. بالنسبة للسوام أخويا كل يوم تقصهم اللوبيا كانت ب 1800 تو ب 6000، العدس كالبرفيلو 500 ب 5000، الاختاريا كانت ب 1500 ولات ب 4000، الكاكاوية ب 4800 ب 12000 ب 10000، تسمع فيهم. الحمص كانت الليترة 6000 تو الليترة ب 12000، تسمع فيه. الجويد الليترة ب 3000 تو الليتر الجويد تاع المسيسة ب 6000 فرنك، الحبس القليل كلب 1500 تو ب 3000 فرس. اخوي المواطن تعب يا ودي، يا ودي شعل في حيك يا ودي، تكلموا على رواحكم، شعل في حيك، تكلموا على المواطن، تكلموا على الشعب، تكلموا على الناس. ليتر فول كلب 1500 تو ب 6000، منين مش تمشي العباد؟ شكرت لي مو، مش هذيك سؤال بس، شكرت لي مو كانت فيها كيلو ونص رضاه، كيلو قاعد يصبغوا، شكرت لي مو كانت فيها كيلو ونص نظيف ولاد كيلو وزيد، تسمع فيه خلي هذاك الزيت ما عناش، مش بتاع الدولة، بتاع ساب، بتاع فلان، الزيت النجمة ولد باشي دينار المواطن، الزيت العاقبة مقطوعة، الزيت العاقبة في ماش المشاكل منه، المواطن ما قاوش مش يطيب ولا يطيب بالماء هذا مول. الناس تعبت أخوي العزيز، ويرحم والديكم، ويرحم والديكم، وصلوا لي صوتي، صوتي وصلوه لي صوتي، أنا الهب يوصل للإذاعة والتلفزة. أهل حانوتي تسرق، ما جاش البلدية وقالت ايش عملت يا بن سليمان، جاش البلدية من الأرض عرق برش حتى عدن، القضاء أخذ لي حقي الله يرحم والديه، الدولة ذات لي الأمن أخذ لي حقي ويرحم والده، سامحني يا أخويا ويرحم والدي. كان ياخذ في كيلو في طل الفلفل معنا ب 15 لميز 17 هانو يزروح وياخذ طيب، دو يحشم سيقم مش ياخو أربع قوني زين بهم كيلو الفلفل بأربع آلاف أو موجود. ناس تتحكم بالسوق هذي معنا في المرجيات وفي الوحدة هذي، ناس مناش عارفين نحن وين ماشيين بالضبط، ماشيين حشاكم قال الأخلي، قال الأخلي أقاو ما فما شيء، شباب ضايع، ذريات ضايعين، لخدم لقدم منين نجيبو مسكنات يا ودي سيعمل عقلك يا ودي، كل الحم كان ما نبسب على فرنك وزمان على فرنك للحم، فما واحد ناشي ميأخذ وطول الحم، كانش وخي لبايع عنده رزق بايع، كانش معناه اللي عمل قلبه باهية، وهذا قاوة ذو ملعشين توجيه يصب لك مليون ولا مليون ولا يا ودي مليون ما عاش يعمل حتى شيء، دي مليون ما يعمل شيء للمواطن، عنده ثلاثة صغار، ثلاثة صغار مش كاي ملكه داره خاص، كي يخص مليون يزمو يتفت الجاي ويقولوا عندكش قلب ملح، عندك طيب فلفل ملحي، عندك مغطى طيب زيت، هذا اللي يضرب في مليون يا هذا الزيت، توصلوا زيت الحاكم انت، توصل زيت الحاكم، الزيت للبطيرية وللباحث جماعة المقوز انتش بتوصلوا ودي زيت الحاكم، وللسكر من توصلوا فيه في المدينجان الهم، هذا معناها القليل تضرب على فاد وحشاكم،
تضرب ما عادش فيها حتى شيء، ما عاد فما حتى شيء. مشيت مشيت يرحمك يا بن علي يرحمك، اسمه علمه خليت هكا قعدنا نقصيه هكا. شنو نعمل اخويا؟ او شدنا فدينا فدينا ما يديش كثر. اي اخص حاجه اي سيدي امشي للكافور كانت تاكل وحده تاع التونسيه قصاشيات قداش كانت فيها 24 كعبه تبقاش كانت توا عندك معناها 10 كعبات ب 3400 10 كعبات ولا ما عادش يحطوا 24 10 كعبات ب 3400 اكساسيات نتاع التونسيه هذوك كانت معناها 24 كعبه فيها. شوف معناها الخبابل والخباز اللي عند اللي وصلنا لهالدرجه هذه. اش تقول لي انت؟ اش باش تقول لي؟ انت ناس حبايا اش عندك ما تراو خيا بالليل؟ ما عادش اني الحاكم عليهم الدار ما يخرجوش ما يخرجوش لا بلا ما فماش يقعد غادي في الدار يقعد في الدار عمره معناها قبل 19 سنة و 18 و 17 عام في دارهم قاعدين. والسلام عليكم. متابعي قناتنا كانت هذه جولتنا في السوق البلدي في أكودة، أكلت وراء المواطنين ما بين اللي يقول لك اليوم معناها بالحق المواطن يتكلم 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 والأسوام باقية تطلع والمعيشة قاعدة باقي تغلى أمام وعود بكونه أنه مع حلول شهر رمضان باش ترخص المعيشة، ولكن يقعد لكم التعليق. فرصة طيبة للجميع. ساحل تي في هي احنا واحنا هي سوسة المستير والمهدية.